سعيد، فاحنا الحمد لله يعني ما بنشعرش بالتهديد لما بنيجي نعمل رساله للفن والثقافه ونعمل مهرجان زي مهرجان الجونه، لان احنا من الاول قلنا احنا هناخد الزاويه من السينما اللي هي بالنسبه لي انا كانت اهم زاويه، ان السينما يبقى عندها انسانيه، انها تعبر عن الانسانيه بتاعتنا، انها تعبر عن معاناه الانسانيه اللي حوالينا. فلما نشوف المعاناة اللي حوالينا أعتقد إن زي ما يسرى قالت السينما عليها رسالة إنها توصل المعاناة دي بطريقة راقية، بطريقة مظبوطة، بطريقة محايدة، من غير ما نبقى بناخد أي جانب سياسي، بنبص فقط على الإنسانية. لو عرفنا نتجرد من السياسة ونبص على الإنسانية، يعني اللي يتقتل على الجانب ده ويتقتل على الجانب ده نحزن لوفاته بغض النظر عن مين المخطئ ومين صعب. ما نقدرش غير ان احنا نقول اكتر من كده، احنا عايزين المهرجان ده يبقى متميز في الناحيه دي. انا متفائل جدا لان احنا جربنا سنه الكوفيد ازاي نزعل بعدين سنه غزه السنه اللي فاتت وكده، اعتقد ان الفن ممكن يستمر والحياه تستمر يعني، ونبقى ان شاء الله يبقى مهرجان ناجح وسعيد. ويا ريت بس الاخ عمرو يعني يبعت لنا جدول الافلام كله، لان كل سنه انا بتوه عشان الاقي الافلام اللي معروضه. انا راجل مدمن سينما يعني، انا بتفرج على فيلمين في اليوم افريج قبل ما انام، وزهقت لان كل الافلام اللي على الستريم بالتعاده وشفتها 4 مرات. فيا ريت يعني تبعت لنا الجدول السنه دي. شكرا.